قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. وأيضا برحب بمشاهدينا على صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك وصفحة قناة الحياة على اليوتيوب. احنا النهارده معاكم في اليوتيوب وفيسبوك مباشر كما عودناكم. في برنامج المرأة المسلمة احنا قدمنا لكم الكثير من قضايا المرأة. وما يقع من ظلم وتعنيف واقصاء على المراه المسلمه عامه في العالم الاسلامي كله. اتحدثنا اتكلمنا كثير عن سيطره الرجل وتسببه في ايلام المراه والكثير من المشاكل الناتجه عن التعليم الاسلامي والقواعد الاسلاميه اللي سيطرت على المجتمعات الاسلاميه قلبا وقالبا فاصبح ما فرق بين الدين والدوله الاثنين واحد الدين يقود الدوله ايا كانت الدوله ليس فقط الدوله زي دوله السعوديه ولكن كل الدول الاسلاميه يقودها الدين بشكل من الاشكال او بنسبة من النسب الدين دايما الاول اوكي. أه ايضا اصبحت الحياه الخاصه والحياه العامه واحد لانك جوه بيتك وبره بيتك في الشارع وفي البيت انت عايش بهذه القواعد الاسلاميه والضوابط الاسلام وضوابطه سيطرت على ثقافه المجتمعات الاسلاميه واشكال الحياه فيها علشان كده سيطرت على الافراد في المجتمعات دي بكل بقى اطيافهم واشكالهم ورغباتهم واختلافات شخصياتهم واختلافات افكارهم وايضا حتى في اختلاف دياناتهم يعني المسيحيين في المجتمعات الاسلاميه بيتاثروا بالمجتمع الاسلامي لازم يلبسوا بشكل معين لازم يتصرفوا بشكل معين لازم يقعدوا في بيوتهم بشكل معين يطهدوا بشكل معين يعني ممكن نمشي بقى على مر العصور في في الماضي ونشوف حصل لهم ايه وازاي حياتهم اتغيرت لانه الضوابط الاسلاميه قررت انه الاسلام هو المسيطر على هذه المساحه من الارض ف النهارده كنت حابه افكركم ان انا دايما كنت بقول انه المراه مش هي وحدها ضحيه الاسلام لكن الرجل ايضا ضحيه للاسلام وده بيظهر باشكال كثيره النهارده. النهارده عندنا شهاده خاصه شاب من السعوديه بيشارك معانا ازاي هو تاثر فكره وحياته تاثرت ازاي وقلبه تاثر ازاي بالحياه في مجتمع اسلامي مغلق. كالسعودية في الفترة الأخيرة إحنا سمعنا عن قصص بنات مثلا زي رهف محمد وغيرها من البنات اللي هربوا وقدروا يكونوا في مكان واللي هربوا وما عرفوش يكونوا في مكان ورجعوا للسعودية تكلمنا كتير عن قصص زي كده وتكلموا البنات عن معاناتهم وفي بنات النهاردة بتبعت من قلب السعودية وتقول حقونا حد يخرجنا طب انا مش عايز اخرج انا بس عايز اخرج من بيت ابويا اللي بتبهدل فيه زي البنت اللي, اللي عملت نداء اخيرا لهذا الموضوع والحكومه قالت هنهتم وهنعمل وما رجعناش سمعنا حاجه اسباب الهروب واسباب الالام اللي هم فيها سمعناها كتير من بنات قدروا يقدروا يعبروا عن مشاكلهم باشكال مختلفه لكن النهارده عندنا شاب جاي يقول إن الشباب أيضاً، الرجال أيضاً، بيعانوا في بلده. الحلقة دي أنا بقدمها علشان تكون صوت يصحي ضمائر السامعين ويفتح عيونكم على خطورة الحياة المغيبة في عادات وتقاليد وتعاليم شيطانية تؤدي بيكم وبأولادكم إلى الهلاك. الكتاب المقدس بيقول كده إنه ليس خفي إلا ويستعلن. الله النهارده هيكشف حقائق كثيرة أمامك وأمامك عشان يديكي أنت وأنت فرصة الاختيار ومواجهة الحقيقة لو كنت أب بتسمعنا النهاردة يا ريت يكون أبو رهف بيسمعنا النهاردة مثلا لو كنت لو كنت ام بتسمعي النهارده لو كنت شاب او شابه بتسمعوا وانتوا مثلا بتعترضوا على الناس اللي خرجوا من بلادهم او بتعترضوا على اللي يفتح بقه ويقول لا يا جماعه ده ظلم فتعتبروه خاين ولا تعتبروه عار على العيلة وتتبروا منه والكلام ده كله أنا بقول أنه النهاردة الله هو اللي بيعلن الحقيقة لأنه زي ما الكتاب قال ليس خفي إلا ويستعلن وما يكونش النهاردة حكمكم على شخص هذا الشاب ولكن أحكموا على المجتمع اللي أنتوا عايشين فيه اللي أنتج هذه المشاكل وهذه الألام لو سالت كل شاب وكل شابه تحبوا تخرجوا من بلدكم لو مشاكلكم تحلت يقولوا لا نقعد طبعا وانا اولهم لو كانت بلدي قبلتني كعابره كنت قعدت فيها لو كان ليا حق في بلدي كنت قعدت فيها لكن الواقع هو ما يجب ان نواجهه حلقه النهارده بعنوان وشهد شاهد من اهلها وضيفي الأستاذ عمر العتيبي هو ناشط في حقوق الإنسان وباحث أيضا الشاهد الأول معنا النهاردة الأستاذ عمر أنا برحب بيك يا أستاذ عمر وسعيدة ب مع بعض النهاردة وسعيدة بشهادتك بصلي أن الله يقودك النهاردة في تقديم شهادتك كأنك يعني النهاردة شاهد على العصر اهلا بك يا عمر اهلا وسهلا أنا سعيد جدا بالمشاركه معاكم واتاحه الفرصه لي انه اوصل صوتي لاخوان المشاهدين اهلا بك يا عمر على فكره انا حابه اقول لكم احبائي المشاهدين أن عمر ما هوش ملحد انت قلت ان انت مؤمن بوجود الله يا عمر تعتبر نفسك نعم. انت باحث عن علاقتك مع الله آه نعم آه طبعا انا شخص باحث طبعا من الطبيعي انه بجرب اشياء مختلفه وجديده فكنت حتى اول ما وصلت هنا على بريطانيا كنت بروح لكنيسه آه بحب الفضول والبحث عن الله زي ما بيقولوا يعني <applause> هذا شيء لو انا شاركته مع احد اصدقائي في السعوديه ولا مع عائلتي تعتبر جريمه كبيره يعني انه كيف تروح لديانه يعني تعتبر عدوه لنا فهو القصه كلها مجرد فضول وبحث فمش ها. تحول لدين اخر ولكن لو لو بتحول لدين اخر فبيكون هذا شيء يعتبر من حرية الشخصيه ما حد له دخل فيها طيب احنا هنتكلم عن نقطه الحريات دي لان دي كانت من النقط اللي اثرت فيك انه انت ما عندكش حريه تختار اي حاجه فيعني لا صحيح. فكر ولا والاتهامات اللي وجهت ليك بس خليني اسالك قبل ما نبتدي بقصتك النهارده خليني اسالك السؤال ده تحديدا هل تفرق لو الإنسان ألحد أو قال أنا أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالإسلام أو قال أنا مسيحي أنا كنت مسلم وبقيت مسيحي أيهما أعظم في من من نظر من معرفتك ببلدك يعني وجهه نظري الشخصيه انه هي حتفرق بين شخص يقول انا مؤمن بالله وشخص يقول انا غير مؤمن بالله، بغض النظر عن تحديد اذا مسلم ولا مسيحي او يهودي. نعم. فانا شخصيا دائما اقول انا مؤمن في الله ولكن ما اتبع شعائر معينه او شيء من هذا القبيل. نعم. مسالم جدا فحتى عندي اصدقاء مثلا ملحدين يعني لا يؤمن بالله ولكن نعم. بيننا تعامل محترم ما في تهجم على معتقد الثاني او فكره او شيء من هذا القبيل. نعم. Yeah. وانا اعتقد و... هذا الاساس بحيث ان تتجنب مشاكل كثيره مع الاخرين ما هو دي دي نقطه النقطه اللي الناس بتختفي تحتها لكن مثلا عندنا في مصر انك تقول ملحد ممكن تبقى قاعد في وسط العيله يعني يقبلوك شويه لكن لو قلت انا بقيت مسيحي دي مشكله كبيره جدا لانك خدت قرار انك تتبع المسيح هو هو في السعوديه لو بتنتقد حاجه في الدين حتى لو انت باقي مسلم فتعتبر جريمه كبيره يعني ممكن حتى تخرجك من الدين مثال بسيط اذا انت ما صليت صلاه وقلت انا ما بصليها بيخرجوك من الدين وتصل لحد القتل لانه نعم. حيعتبروك مرتد حتى لو انت قلت باقي انا مسلم نعم لانه السعوديه الحقيقه هي اللي بتقيم الشعائر الاسلاميه كما هي يعني والتراث الاسلامي كما هو اللي ما بيصليش بيقتلوه يعني ده ده صحيح. اما محمد قال انا لو كان يعني لو كان في ايدي كنت طلعت حرق حرقت البيوت ال الناس اللي ما جوش الصلاه النهارده فهو يعني السعوديه بتقرر ما يعني قرره محمد طيب خلينا نروح لقصتك انت عمر قصتك ابتدت ازاي ايه رحلتك كانسان سعودي بسيط متطلع للحياه تفضل. انا قصتي بدات يعني منذ الصغر تقريبا اول 11 سنه من حياتي قضيتها في السعوديه فجأة جو عائلتي وقالوا إحنا حننتقل إلى بريطانيا للدراسة فبمجرد ما أنه مجموعة من أقاربي عرفوا بهذا الشيء أيضا من المدرسين اللي كانوا بيدرسوني في المدرسة الابتدائية كانوا كلهم بيقولوا أنه أنت رايح في لبلد غير إسلامي الناس اللي هناك هم أعداءنا بيحاولوا يغيروا دينك وتصير يعني من تتبع طباعهم بشكل عام ف... وضع افكار براسي خلتني افكر يعني كطفل صغير جات في بالي انه انا رايح ساحه حرب امام اعداء خصوصا انه في المدارس السعوديه للمواد الدينيه كانوا بيدرسوا امور متطرفه جدا اذا تسمحي لي بس بعطيكم مثال بسيط yes, exactly. اعتقد في ماده التوحيد mm -hmm. بالابتدائي كانوا بيدر... كان في اعتقد في زي السؤال وفي اختيارات mm -hmm. الاختيارات كانت ابغضه في الله احبه في الله ادعوه للاسلام وكانت الخيارات الـ الـ الأسئلة الموجودة تحت مثلا يقول لك رقم واحد اللاعب غير مسلم ولا يريد الدخول في الإسلام فلازم تحط أبغضه في الله يعني يعني تكريس الكره أو الكراهية ضد الآخرين ما هذا, طيب هذا شيء ما له أي داعي هذا شيء بالنهاية حيربي حاجة سيئة في داخلي فبعدها انتقلت إلى بريطانيا بعد النصائح السيئة هذه نعم قدر ربنا انه بمجرد ما اوصل على بريطانيا واشوف الناس هناك شفت انه بيتعامل معي بشكل عادي جدا، ما في احد سالني انت ايش دينك؟ ايش افكارك؟ ايش معتقدك؟ نهائيا كل واحد في حاله حال سبيله. وايضا من الاشياء اللي صدمتني واللي هي كانت نقطه تحول بالنسبه لي كانت اول حصه في المدرسه اول لسن كان عن الريليجن فهم عن الدين يعني فكانوا يدرسوا خمسه اديان من ضمنها الاسلام م. هذه كانت بالنسبه لي صدمه انه كيف بيدرسوا الاسلام وهذول المفترض يكونوا اعداءنا وصادف انه اول حصه هذه كانوا بيدرسوا كيف بتعمل الحج وكان في فيديو وايضا حتى اتذكر كان في ساعه على الجدار ومكتوب توقيت مكه الان يا. فمن ديك اللحظه انا قررت انه لا انا في حاجه انا انا في امر خاطئ فلازم اترك الآن الشيء اللي تعلمته وابدا من جديد يعني حتى انتهى في الموضوع الـ بين الـ إيه الـ يعني. اما في الغرب لما الناس بتعمل تعليم في المدارس ما بي... ما, عند... ما فيش حاجه اسمها حصة الدين لكن الفكره انه هي توسيع افق الانسان لانه يفهم صحيح. غيره بيفكر ازاي آه صحيح هو عشان كده بيدرسوا متطرفة يعني, يعني, يعني بالمره يعني في ناس كثيره تفهم تفاصيل في الاسلام آه ممكن تفاصيل التطرف لكن ما بيحطوش ده هم بيحطوا سوره الانسان المسلم العادي مظبوط صحيح صحيح هذه بكل امانه يا نعم بكل امانه ما كان فيها اي تطرف ما كان فيها اي شيء من هذا القبيل نعم اوكي تفضل طبعا في خلال المده اللي جلست فيها في بريطانيا تقريبا ما بين ثلاثة الى اربع سنوات عائلتي من العائلات يعني المتشدده في العادات السعوديه او الثقافه السعوديه فهم لاحظوا انه ابنهم صار بريطاني اكثر مما هو سعودي يعني. بأي شكل؟ هذا شيء يعني يا عمر أزعجها. لو لو تشرح لي الحته بالمظهر التي يتصرف مثال لتصرف بسيط فاتذكر في احد الايام قلت لي والدي انا طالع مع صديقتي اثنين من صديقاتي هم كانوا جيراننا بكل صراحه <applause> فانزعج من الموضوع هذا وقال لو احنا في السعوديه كان الموضوع غير هو قال بشكل يعني مزاح ولكن يبدو انه كان قال بشكل جدي ما كان بيمزح معايا يعني الامر هو ف... فكر فيه وانت كنت رايح فين يعني عشان بس دلوقتي احنا بيسمعونا ناس من السعوديه اول ما هتقول كده يقول لك دول كانوا طالعين يعملوا حاجه مش كويسه يعني انت كنت رايحين تعملوا ايه كان وقتها ظهر بالويكند وطالعين متمشى مع مجموعه من الاصدقاء يعني انا والاثنين هذول بنقابل مجموعه اخرين يعني yeah. او رايحين حتى حديقه يعني <applause> يعني ف... الناس كلها بتروح حديننا تروح <applause> سويمن بول حاجه زي كده يعني احنا كل الجريمه حقتنا انه رايحين بس بارك في حديقه فقط وكان والدي كان يشوف الموضوع كبير انه كيف بنات طالعين معي فهو منزعج من الموضوع هذا طبعا وصلت الى فتره كانوا منزعجين لانه كنت مثلا بغني بغني راب في المدرسه وكان هذا الشيء غير مقبول انه اغاني حرام وكانوا بيقولوا لي طيب لو رجعنا السعوديه ايش بيقولوا بيقولوا ابننا مغني لانه اغاني حرام في دينهم yeah. آه، آه، لا مش دلوقتي فقر... كانت حرام قبل قبل السنه اللي فاتت قبل تامر حسني آه، ما يروح هو... السعودي بيغيروه <applause> يا بيغيروه على حسب حسب هواهم يعني فيا <applause> ف... آه، في, آه، في... آه، تقريبا في 2010 قرروا انه يرجعوني طبعا ما. كذبوا علي كذبه قالوا احنا خلصنا دراستنا خلصنا الهدف اللي جايين عشانه فرجعوني <applause> ف... واتذكر في اول اسبوع وصلت فيه للسعوديه لسه في اول اسبوع حصل لي موقف اللي هو كان يعني بدايه المشاكل بالنسبه لي وحتى انا يقنت وقتها انه لا انا لسه دوبي ما شفت شيء كان في لنا جاره انا كان وقتها عمري تقريبا حوالي 15 ونص جارتنا هذه عمرها كان 11 او 12 يعني صغيره بالسن فانا من باب الفضول سالتها ايش اسمك كم عمري كانت عند ال... عند باب واقفه وسؤال يعني بريء جدا من باب انه بس اتعرف على الجيران لسه عدوبي اول اسبوع واصل فوالدي يبدو انه انتبه لي وضربني بهذا الشيء وقال انه انت هذه كلمه ما انساها في حياتي كلها قال انت في السعوديه انت ما انت في بريطانيا فانا اتذكرت الموقف اللي لما قال لي انه لو كنت في السعوديه كان وضع غير، فكان مم. موقفي داخلي اثر يعني فوق انه مد يدي مد يده عليا قال لي الكلمه هذه وجلست اتساءل في نفسي طيب اذا اذا مم. ممنوع انه انا اتواصل مع الجنس الاخر، طيب بكره انا كيف حتزوج؟ كيف حلقى شريكه حياتي؟ فكان شيء بيجنني يعني لفتره طويله. فيا موقف ما انساه في حياتي نهائيا لانه عندنا في السعوديه فصل للجنسين بسبب الدين مع العادات والتقاليد السعوديه والحجه انه اي تواصل مع الجنس الاخر سيؤدي الى الرذيله او الممارسات اللا اخلاقيه هذه حسب المفهوم السعودي عندنا حسب المفهوم الديني ايضا موجود عندنا فطبعًا طبعا أنا يعني آه خلينا هادش. نقف عند حته الفصل بين الجنسين دي لانه م. انت دي كان كان امر كبير بالنسبه لك انت قلت كان انه صحيح. الاسلام والعادات والتقاليد انا تقابلت نعم. مع سعوديات قالوا انه مثلا في عائلتهم ما كانش في فصل بين الجنسين بس لما بيخرجوا لكن هناك استثناءات يعني عائلات قليله اذا المساله يعني سؤالي هنا بالتحديد منين جت العادات والتقاليد دي؟ ما هي يعني الاصل في الكلام ده كله اصل الشرع الاسلامي لانه البلد كلها مقيدة بهذا صحيح لانه الدين عندهم رقم واحد صحيح مزبوط. اوكي يعني ما نقدرش دايما نقول دي عادات وتقاليد عشان النهارده الناس في حاله المحاولات التغيير اللي موجوده في السعوديه دايما بيحاولوا يبعدوها عن الدين ويقولوا لا اصل ده عادات وتقاليد فيعني دي اكذوبه انا في اعتقاد انه دمجوا الدين مع العادات والتقاليد ايضا زي ما انت قلتي انه هم يستمدوا هذا الشيء من الدين، فربما صنعوا عادات وتقاليد مستمده من هذا الشيء. نعم. اوكي طيب دلوقتي انت موجود بقى بتروح مدرسه سعوديه و قولي انطباعك ايه كان عن الوقت ده؟ أه... عفوا في الوقت اللي انا كنت فيه هناك يا الوقت اللي انت دخلت بقى فيه مدرسه سعوديه وحياتك بالكامل آه. اتغيرت كان نعم 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 كان يعني مستحيل والله مستحيل انسى اول يوم دخلت فيه المدرسه هناك طبعا كانوا بيجبرونا نلبس اللي هو انا ما مش اللبس السعودي اللبس السعودي يكون كامل اللي هو الثوب والطاقيه والشماغ والعقال ولكن في المدارس السعوديه عندنا يمنع لبس العقال فنصير يعني مظهرنا بيصير نفس مظهر الرجل المتدين فهم اجباريا او خلينا نقول بشكل غير مباشر يبغون نطلع متدينين او آه. خلينا خلينا نقول بشكل عام متطرفين لانه كانوا حتى بيسووا محاضرات داخل المدرسه يعني لما تنتهي الحصص الدراسيه احيانا بيسووا محاضرات من فتره الى فتره ياتي رجل دين ويتكلم بافكار متطرفه الغير منطقيه ابدا هل في حاجه من الافكار دي صدمتك او او كانت يعني اول مره شعرت برفض للفكر ده كان إمتى أو أنت سمعت إيه؟ آه بالنسبة للرفض للأفكار الدينية هي بدأت من قبل حتى ما أطلع بريطانيا من م أول ما اسمع كلمة انه قتل المرتد، فأسأل عن السبب، ايش هو السبب؟ م. فيقولوا لك انه عشان هو ترك الدين لازم يقتل، طيب هو ترك الدين بس ما آذاني، ليش لازم يقتل يعني؟ فهالصدام اصلا بدأ من قبل ما اطلع بريطانيا، كان صدام بسيط جدا كطفل يعني كنت افكر تفكير فهم محارمين اصلا من التفكير. م. فلما رجعت وكنت في سن المراهقة أه بدا الصدام هذا يكبر يوما بعد يوم يعني حتى مع المحاضرات هذه اتذكر كانوا بيقولوا أه طبعا كانوا بياكدوا على نقطه تحريم التواصل مع الجنس الاخر المصيبه انه انه بيعلمونا هذا الشيء واحنا صغار في السن حتى اصبح عندنا مفهوم خاطئ للعلاقات الانسانيه بحيث خلاص نعتبر انه اي شخص يتواصل مع الجنس الاخر هذا شخص فاسد او منحرف اخلاقيا، واصبحت هذه من المسلمات عندنا في السعوديه، هذه مصيبه. ايضا مصيبه اخرى هذه تواجه البنات اكثر شيء اللي هو بيئه العمل المختلطه زي مثلا المجال الطبي. عندنا في المجتمع غالبيه المجتمع يعتبر انه اي فتاه تعمل في المجال الطبي اي مجال مختلط ان فتاه غير صالحه للزواج نهائيا، هذه انسانه لا مش كويسه. فمع الاسف هذا شيء يعني غير مقبول فما ادري كيف الناس بتفكر عندنا. طب ليه يعني ليه ايه السبب انها اختارت مهنه انسانيه يعني مهنه الطب دي من اهم المهن الانسانيه. <applause> إيه لا هم يسموها حتى ملائكه الرحمه يعني. طب ايه اللي يخليهم يتهموها بانها أخلاقي اخلاقيا مش كويسه؟ لانه بيئة مختلطة فخلاص بما بما انه بيئة مختلطة حتحتك بالرجال فتلقائيا العقل الباطن على اللي تعلمه هو صغير خلاص هذه انسانة سيئة بمجرد ما تتواصل مع الرجال فهي هدفها شيء غير اخلاقي yeah. بينما انا يعني اتذكر في اخر ايامي في او في السنتين الاخيرة عملت في مجال مختلط وكان بيني وبينهم كل احترام وتقدير يعني فقط نتواصل على العمل فقط يعني ما في اي شيء اكثر من كذا اوكي طيب اما دخلت بقى مجال العمل او في حاجه تحب تقولها عن المرحله دي يعني بدايه بقى خروجك بقى لمرحله انه يبقى عندك فكر مختلف تصرح بيه بقى بتتكلم بيه يعني صدمتك اولا من انت حكيت لي قصه عن انت ووالدتك لما اما اتكلمتها عن حكايه فصل الجنسين دي لو تحب تشارك بيها المشاهدين ولا آه طبعا هذا موقف مستحيل انساه في حياتي، آه طبعا بما, بما انه عندنا في السعودية عندنا فصل الجنسين والعباءة او العباية زي ما بنسميها احنا وغطاء الوجه هذا مفروض آه احسن واحدة من, من البنات هي اللي بتكشف وجهها وتجي محجبه بس ف فكنت اقول لوالدتي انا والله اطلع برا ما أشوف إلا رجال أروح الجامعة ما أشوف أنا كنت زعلان فكنت أحتاج جاسم معاي ف... و... وأطلع برا ما أشوف إلا رجال أروح الجامعة ما أشوف إلا رجال أروح عملي ما أشوف إلا رجال ما أدري متى آخر مرة شفت أنثى فهي ردت علي قالت يا ولدي عيب عليك استحي على وجهك ما أنت شايفني قدامك <applause> ف... 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 يعني قلت لها لا لا يا أمي أنا قصدي يعني إناث من... من خارج العائلة يعني. <applause> يعني شيء كان مؤثر بالنسبه لي يعني انا 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 شاب خلينا نقول انسان وفطرتي شيء طبيعي اني بنجذب للجنس الاخر يا. مو يعني اذا انا انجذبت للجنس الاخر فانا انسان سيء آه. طيب ازاي تعاملت بقى مع ده في مجال عملك بالنسبه لمجال عملي كان عندي حدود ما اخلي اي مجال للزميلات انه يتجاوزوها عشان ما اتحط في مشاكل مع <applause> آه، مع إدارة العمل خلينا نقول <applause> آه، ف... يا، كان تواصلي معهم جدا في حدود الأدب وفي حدود العمل فقط فكانوا آه، سعيدين جدا بهذا الشيء أنه يتواصلوا معي أكثر ما, ما يتواصل مع زملائي الآخرين لأنه مع الأسف أنه عندنا عدد كبير من الشباب اللي تربوا على التربية الخطأ <applause> فأخلاقهم جدا سيئة فهدفهم لما يتواصلوا مع الأنثى هدف غير أخلاقي فلذلك انه ما بيرتاحوا الا بيتواصلوا معايا او مع زملاء محترمين يعني يعني اذا يعني كل كل حد كل اصحابك اللي بتتكلم عنهم دول زملائك على الاقل انت شايف ان هم كان عندهم نظره محدده للانثى انه للمراه انا يعني, يعني كتير منكم بيستخدم كلمه انثى <applause> خصوصا السعوديين بيستخدموا انثى بدل ما يقولوا امراه احنا يعني حاجه غريبه شويه هي صحيح انثى وذكر لكن دايما نقول امرأة او رجل انسان انسانه فهذا التمييز حتى اللفظي بيحطها في مجال المجال الجنسي اللي هي المخصصه ليه وده اعتقاد الجميع. خليني اسالك احنا عندنا من المنظور الخارجي بنشوف انه الراجل في السعوديه ليه يعني حقوق كثيره جدا، عنده حريات كثيره جدا، عنده المجال مفتوح ليه في كل شيء، هل ده حقيقي؟ وايه اللي انت بتقول النهارده انه كان سبب معاناه ليك؟ هذا الكلام يعني بالنسبة لي أشوفه كلام خاطئ جدا الناس اللي ما بتعرف الواقع السعودي بتتكلم بهذا الشيء وهذا كلام خاطئ أعطيك مثال أنا الشيء الأشياء اللي عانيت فيها <applause> اللي هي في الحياة اليومية في السعودية عندنا <applause> كنا نطرد نحن الشباب كنا نطرد من الأماكن العامة لأنه بس إحنا شباب يعني أنا طردت من البحر مرتين بحجة أنه والله إحنا الآن ويكند فخلاص هذا الويكند حيكون للعوائل طيب أنا شاب وهذا البحر ربنا خلقه للناس كلها مو لفئه معينه. ايضا جات فتره فترات معينه الى الى وقت قريب يعني كنا نطرد من المولات كنا ايضا حتى يتم ايقافنا بسبب مثلا قصات الشعر او حتى الملابس يعني انا طب ليه آخر تطرد مرة من المول يعني يعني المفروض انه الشباب بيرو... الناس كلها بتروح المول تعمل شوبينج يعني هو لازم يكون معاك. لازم لازم... لازم يكون معك أحد من أفراد عائلتك النساء إما أختك أو أحد من قريباتك طبعا ممكن الآن في كثير من السعوديين يقول لك لا هذا كلام من زمان لا أنا أقول لك إلى فترة قريبة وهذا الآن في بعض المولات لإدارات خاصة ما بتلتزم بالشيء هذا فحتى بعضهم كان يقول بس تدخل الصباح لكن مساء ما تدخلوا، الى فتره قريبه هذا الكلام في 2017 يعني هناك ف... نوع معين من القيد حتى لو كان الصبح ولا ساعتين ولا ثلاثه في قيد لانه يعني النظره العامه انه احنا عارفين ان الستات ما بتخرجش لوحدها محتاجين محرم، بقى الراجل كمان عايز محرم عشان يدخل بالمولد يعني دي حاجه غريبه بصراحه انا انا دائما كنت اتساءل انه ليه ما ما في سبب منطقي اعطوني سبب منطقي عشان انا اقول اوكي حاضر كلامكم صح وانا راح التزم بشيء هذا فكان اللي بيزعلني انه هم عندهم صوره نمطيه انه الشاب السعودي اخلاقه سيئه <applause> طبعا مع الاسف انه عدد كبير الاخلاقهم سيئه وهذا شيء لا يستغرب لانه احنا ربينا انه التواصل مع الجنس الاخر شيء محرم شيء خاطئ <applause> وانه طبعا معروف القاعده الشهيره انه كل شيء ممنوع هو مرغوب لا. هذا شيء معروف فكانت حجتهم من الاختلاط وأن الشباب أخلاقهم سيئة راح يتحرشوا بالبنات <applause> أه وأنا زي ما قلت لك أنه أتفق أنه ما ما من ناحية أنه أكثر الشباب يعني أخلاقهم سيئة هذا الشيء أنا أتفق فيه بالمرة أنه إحنا عندنا في السعودية بمجرد الشاب أنه يشوف أنثى قدامه حتى لو كانت متغطية بشكل كامل يتحول يعني لشخص شهواني يلهث خلفه بشكل هستيري فشيء طب انا اسالك يعني لي. كيف تتهم المراه بانها سبب هذه الشهوه وهي ماشيه متغطيه من فوقها لتحتها يعني ازاي ازاي ده جوه نفس الشاب وهو بيتكلم معاها وهو بيتكلم وانتوا بتتكلموا مع بعض مش معاها ازاي بتبرروا ده لبعض طبعا هذه هذه من الامور المضحكه يعني يشوفوا شو يشوف مثلا مجموعه شباب يتحرشوا ببنت يقول لا البنت هي السبب ليش هي طلعت لحالها وما طلعت مع احد من افراد عائلتها؟ م. بكل بساطه انت لو عندك قوانين قوانين يعني زي الدول المحترمه ما حد كان بيتحرش هذا رقم واحد، رقم اثنين لو انت تعدل المناهج الدراسيه بحيث انه تربي هذول الابناء نعم. انه التواصل مع الجنس الاخر هذا امر طبيعي ما في احد بيتحول بالشكل الغير طبيعي هذا زي بقيه العالم يعني زي بقيه العالم المتحضر لاننا لو رجعنا للامر هنلاقي ان الدول الاسلاميه حتى المفتوحه واللي فيها اختلاط برضه فيها تحرش بشكل كبير زي مصر مثلا وغيرها من الدول العربيه لانه الفكره أن المراه مستهدفه لهذا الامر فيعني الحقيقه دي حاجه مزعجه جدا خليني انت صحيح. قلت ان انتوا كنتوا ممكن تطردوا من البحر وكده انا لاول مره يا عمر اسمع الحكايه دي والأول آه مرة دي أسمع حكاية المولات والكلام ده لكن علشان أوري بس المشاهدين أنه في سبب حقيقي يعني لده وفي مش سبب في دي حاجة حقيقية بتحصل خلينا نشوف الفيديو ده يا ريت تحضروا لنا الفيديو الـ الـ أنا مش عارفة دي الشرطة الدينية أو البوليس ولا إيه بيطردوا الشباب من على على البحر بس اللي معاهم عائلات يقعدوا والباقي يطرد شوف الفيديو اللي <applause> ما <applause> عنده عائلة يتفضل لو سمحتوا، ما عنده عائلة يتفضل، لو يا دكتور عمر انت قلت ان انت حصل معاك نفس الموقف ده كان شعورك ايه وكنت يعني فاهم انت بتطرد ليه طبعا انا ماني فاهم نهائيا ليش كانوا بيطردوني انما كانوا يتحججوا بحجه غير منطقيه انه الان عندنا فتره عوائل في الويكند فممنوع انك تدخل وبالنسبه للشرطه هذه اللي كانت بتطرد هي الشرطه العاديه م. فما بالك بالشرطه الدينيه، الشرطه الدينيه طبعا واجهت مشاكل كثيره معاها. حصل لي موقف مستحيل انساه في حياتي كان في 2014 في سبتمبر تحديدا. كنت وقتها على وقت المغرب يعني وحاصل لي مشكله في السياره في في, الـ في الـ الاطارات وموقفها يعني بالشارع على جنب يعني كذا فكان وقتها صلاه المغرب اذن المسجد والناس قفلت محلات وفجاه كذا مرت السياره حقت الشرطه الدينيه احنا بنسميها هيئه الامر معروف والنهي يعني عن المنكر هم عندهم زي الميكروفون داخل السياره فكانوا يأمروا الناس بأنهم يصلوا شافوني أي... أنا واقف ما أتحرك وجولي عندي فكانوا يتهجموا علي شفويا هم لهم استراتيجية الاستراتيجية هي أنه واحد منهم بيتهجم عليك لفظيا والزميل اللي موجود معاه بيهدي زميله هذا ويبين انه انت غلطان في نفس الوقت، فكان اسلوب مستفز، انا لو يعني تحديتهم او دافعت عن نفسي راح يتم طبعا هم كانوا كانوا يهددوني انه راح ياخذوني الحجز، طبعا مجرد ما ادخل الحجز راح يتم ادخالي للسجن وبعدها جلدي لا بسبب عدم الصلاه طبعا <applause> طبعا انا قلت لهم طبعا انا ما بصلي وفي نفس الوقت كنت متحجج بالسياره انه قلت شوفوا السياره فيها مشكله وهي امامكم يعني مم. حتى وهي السياره امامهم وفيها المشكله هذه ما اقدر اخليها في الشارع رافضين الفكره انه لا لازم تروح تصلي طيب ممكن تتسرق الاطارات اللي موجوده في الشارع ما اقدر اخليها بالشكل هذا ف... حد اخذ يعني مش معقوله تركن في مكان غلط والعربيه فيها عجله نايمه ممكن البوليس ياخدها الاشكاليه انه كمان الاطارات يعني منزلها للشارع يعني آه. نخليها على الارض فلو yeah. تركتها راح تتسرق. ف طبعا انا جاريتهم في الكلام فبينت انه انا كاني مخطئ وانا اعتذر لانه انا لو جا لو تحديتهم راح اكون في مشكله كبيره جدا. <تكلم> فاجبروني يعني صحيح وراح تسجن ايضا مم. فاجبروني على توقيع تعهد بعدم تكرار ذلك المضحك مم. في الموضوع انه هم بيؤمروا الناس انه يروحوا يصلوا ويتجولوا في الشوارع بينما هم اصلا ما بيصلوا قاعدين يتجولوا طيب تامرون الناس بالمعروف وتنسون انفسكم ولا كيف يعني فكان يا. يعني وضع مضحك جدا ومستفس... هي حاضر عليكم و... ومش مهم بالنسبه <applause> لهم هم يعني على فكره عمر دي من المشاهدين كمان دي من السمات والصفات الاساسيه في الاسلام انك تؤمر انك تعمل حاجه من شخص ما بيعملهاش كما فعل محمد نفسه كان بيؤمر الناس يعملوا حاجات هو نفسه عاشهاش ولا عملها وعملنا حلقات كتيره آه عليها آه آه كمان ارغب في اضافه شيء اخر اللي هو يتم طبعا استنادا لاحد الاحاديث يتم ضرب الطفل اللي عمره 10 سنوات اذا ما راح يصلي، طيب شيء طبيعي انت لو ضربت الطفل ما راح يتقبل الشيء هذا ورايح هو لخوف مو رايح عشان بيصلي لانه يحب ربنا. نعم. فمن بدايه كل شيء غلط. نعم وهو يعني الحقيقه ما فيش مش مفروض عليك انك تحب الله في الاسلام ولكن مفروض عليك انك تطيع. في فرق بين صحيح. بين ده وبين ده. طيب دي مواجهاتك كانت مع البوليس الديني او هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خليني اسالك سؤال يمكن محدد اكتر ايه الحاجات اللي خلتك يعني تنتقل لمرحله انك تقول انا رافض هذا الفكر الاسلامي انا حترك الاسلام بالنسبه للمرحله اللي بدت معي انه ارفض طبعا ما من لما كنت صغير بالسن ولكن المرحله اللي خلاص يعني قلت انا لازم اترك الدين هذا بدات من لما رجعت طبعا في بريطانيا ما كنت اصلي انما كنت اتظاهر احيانا امام عائلتي لانه كنت اكثر وقتي في المدرسه فكذا ما كانوا يعني يعرفوا انه انا اصلي ولا لا. لا ولكن بعد ما رجعت اتذكر حصلت مواجهه بيني وبين احد افراد عائلتي أه، كنت غاضب وقال لي روح صلي كان وقتها ايضا مغرب فقلت له انا ما بروح اصلي وطردني من البيت يعني هو الـ 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 الموضوع هذا انتشر بين افراد العائله وكانوا منزعجين منه فاضطريت انه امثل طول السنوات اللي انا عشتها في السعوديه انه انا مسلم ولكن في داخلي انا مو مسلم تقريبا الموضوع بدا فعل، فعليا اول ما وصلت أه، للسعوديه لانه بدوا يركزوا على أه، انه كيف يرجعوني للعادات السعوديه وللدين طيب خليني اخد مكالمه معنا الاخ زكريا ناخد مكالمه زكريا وبعدين ارجع لك تقول لي بالتحديد يمكن عايزه اعرف ايه الحاجه الامور اللي بالتحديد خلتك ترفض الفكر الاسلامي زكريا معانا اهلا اهلا اخ زكريا زيك. الله يحفظك السلام سلام ونعمة ربنا يسلمك فيه لكل المشاهدين الكرام وللأخ الضيف الكريم تحية طيبة وبعد أنا أولا أود أن أشكرك على البرنامج المرأة الذي يرقى المستوى الأكاديمي أما بخصوص موضوع الحق ربط الدولة بين حقوق الشخصية وحقوق الدينية لا. وحق الحرية في المعتقد والفكر تحت نظرية الآن والآن, والآن الآخر والآن والاخرين وحق حقوق حق, 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 حق في نظر الاخرين <applause> انا في المغرب وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ووزاره الاتصال والاذاعات القنوات الفضائيه وخاصه الاذاعه السادسه القناه السادسه ووزاره التعليم يعني التعليم وزاره التعليم هنا بالمغرب المغرب وزاره التعليم الوطنيه هذه الوزاره كلها تسيطر عليها وزاره التعليم في تكوين الاطر التي آه تسيطر على الفكر البشري والانساني وكان لا نغفل على ان الغزار الداخليه مثلا في مصر هي تعد الفتيات حتى ترغم الرؤى لعباده الشيطان في كل من كل من كل آه تلك الفتيات اللواتي يخطفن القصيات في مصر نفس في نفس لا تساعد الاسره القصيه ولو علمت يعني انها أنها قد زوجوها بالمسجد المسلم يعني. رغما عن أنفها فيقولون لعائلتها ليس يعني شيء نفعله كما يقع في نيجيريا مثل مجدر الخطف تسيس المدارس تحت. زكريا أنا بشكرك ربي يباركك أنا يعني آه انت دايما مشاركاتك مهمه برجع اسمعها بعد الحلقه او ابقى سامعاك كويس جوه الحلقه انت محتاج تعلي صوتك شويه فانا بشكرك جدا على اتصالك يا زكريا والرب يباركك زكريا عابر من المغرب ويعني كمان فاهم قوي الحقوق وشايف الاضطهادات اللي بتقع على عابرين المغرب وبلاد اخرى طيب خليني اخد عمر معانا عابر من السعوديه اهلا بيك اخونا من يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا سلام, سلام, سلام المسيح معكم اهلا بيك نعم انا يشرفني اني اتكلم انا سمعت الاخ اللي يتكلم ولكن لو تعطيني فرصه شوي ما راح اخذ من وقت البرنامج لتوصيل رساله الى يعني شعبي وارضي وبلدي وانتهز هذه الفرصه كشخص من اتباع المسيح ومؤمن بهذا الكتاب المقدس التوراه والانجيل مبينة. وهذا فانا فعلا أولاً أولاً يعني قول لي اسمك انا ما احب اقول اسمي انا انا اسمي. ممكن اقول عابر يعني عابر يعني طيب. عابر من العابرين وكلنا وكلنا عبرنا من من يعني الى الى نور الى نور المسيح يعني ونور تفضل اخويا اهلا بك تفضل فانا انا اقول يعني انه فعل انه رسالتي الى بلدي احنا كعابرين من اتباع المسيح نحب حكومتنا ونحب العائلة المالكة ونحب أرضنا ونحب وطننا مم. ولا يمكن أن نكون ضد آل سعود وضد العائلة المالكة لكن مم. أنا أحب أتكلم أيضا أنه رسالتنا إلى شعبنا الحبيب أنه يبحث عن الخلاص يبحث مم. عن المقدس نحن لسنا ضد الثقافة أنا بس عندي تعليق أنه في الثقافة السعودية صدقيني في أشياء جميلة جدا وأشياء مأخوذة من الكتاب المقدس ولكن بدون معرفة لإله, لإله الكتاب المقدس يعني مثلا ما احنا ضد في اشياء تتغير فاهم كيف؟ يعني مثلا في تغييرات احنا لازم نكون منصفين انه في تغييرات في السعوديه يعني الامير محمد بن سلمان سوى تغييرات كبيره وجذريه ورجل واقف مع المراه ورجل يعني بدا فعلا تغييرات احنا لازم نشوف هذه التغييرات ولازم نعرفها ونصلي ونقف معاه ونقف مع احنا مع الكتاب بيأمرنا ان احنا نصلي من اجل آه. القيادات ومن فعلا. فعلاً في البغطي. السلطه ونحبهم كمان حتى لو هم طبعاً. يعني في طبعاً. المكان الغلط انا وانا احب اقول يعني انا صدقيني انا احب اقول انه افضل اشخاص يحكمون السعوديه هم ال سعود لانه لو راحوا راح يجي الدواعش ويجي نعم. وتصير حرب ونحن ما نبغى هذا لكن في نفس الوقت نحن ايضا نصلي الى الناس اللي هم يعني عنيفين او او ارهابيين نصلي ان ان الرب يفتح عيونهم ليعرفوا المحبه الالهيه التي تجلت في يسوع المسيح، ولكن في في نفس الوقت يعني رسالتي ايضا الى انه هناك تغييرات، يعني فعلا هناك تغييرات، لكن انا احب اقول شيء يا اختي وليت تتحمليني وممكن تتفقي او ما تتفقي معي، نحن كعابرين مثلا ما حنا ضد العبايه او اللبس الوطني السعودي، لا نحن م -م. ننادي بتغيير القلب ب... بان القلب يتغير، الرب اله الكتاب المقدس إ... اله ابراهيم واسحاق ويعقوب يقول انه ياخذ القلوب الحجريه ويضع نه. قلوب لحميه، م -م. انه يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلين الاحمال وانا اريحكم، بتأكيد. هناك تغييرات فعلا في السعوديه، انا اشكر رب احنا نصلي انه فعلا يعني انا اتمنى انه في يوم من الايام اني اعيش في وطني بايماني بالمسيح أمين. لان هذا الكتاب الرب امين الانجيل ليس ليس ضد بلدنا الناس لازم تعرف كذا انه انا انا زعلان من العنف الناس وهذا انه انه في رفض انه في للاسف انه في فكر مغلوط في 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 نوع من الغضب علينا طب نحن أنا عايزك تنتظر معايا دقيقه واحده انا عايزه ادي عمر فرصه انه كمان يعلق على كلامك لانه يعني من خلال معرفتي بعمر بالفتره البسيطه دي انا شفت انه انسان قلبه ميال لحب الخير ولمعرفه الخير و... وما هوش كاره نعم. بلده ولا اي حاجه خليني ادي عمر فرصه انه يعلق على كلامك ويرحب بك تفضل يا عمر اول شيء اهلا بالاخ الكريم بس انا عندي تعليق جدا مهم مو نعم. كل الاشخاص واقفين مع ال سعود انا اكبر معارض لال سعود آه بالنسبه للتغييرات اللي سواها محمد بن سلمان هذه تغييرات شكليه لارضاء الدول الغربيه مم. احنا ما نبغى هز ورقص احنا نبغى حقوق انا لما اجي انتقد طيب. قرار ما يجي يعتقني او يقتلني مم. ل... ل... لانتقادي انا مم. لا يجي يحاورني آه ملاحظه طيب. ثانيه ايضا من الاشياء اللي انا طالب فيها انه ما يكون في مخصصات تنهب من ثروات ارضي وتتحط في جيوب افراد العائله هذه من صغيرهم حتى وهو في رحم امه فمعليش اخي الكريم اعتقد انه ما في قداس العائله المالكه هذول أنا أنا بشر وانا اختار اللي معلش. انا, ها... اللي أنا يعني. عامل زي حكم بينكم كده زي حكم الكوره أم... في طيب. آه ممكن في على دي آه يس طبعا هدي لك آه بس في خليني في نقطه دي في نقطة ارد بس, بس آه. على الامر ده على منبرنا هنا احنا آه ما بنقدمش فكره سياسيه لكن احنا آه بنتكلم آه. في مساله حقوق الانسان انت قلت رايك وانت قلت رايك من رايكم طيب. انتم الاثنين يحترم آه آه لكن خلينا نتكلم فيما هو آه للبناء بقى النهارده احنا عايزين نشوف ايه نعم في المجتمع نعم. السعودي زي ما حضرتك شعرين. قلت اخويا العابر هنا انت عايز السعوديين يعرفوا المسيح يبقى عندهم هذه الحريه اعتقد ان أنا, أنا, انا يتفق معاك نعم. على آه نعم. آه فكره الحريه في هذا الامر آه هناك أنا هناك نقطه أنا, أرغب أنا في نعم. اضافتها فضلت فضلت اللي هو اتفقت فيها مع اخونا الكريم م -م. آه اللي هو نعم. بالنسبه لعمليه التغيير اللي هي تحدث آه للحياه الاجتماعيه في السعوديه الحياه يومية. انا في اعتقادي الشخصي انها تحتاج الى وقت وتدرج لان المجتمع تشبع بالتطرف الاسلامي والتشدد فما نقدر نغيره بين يوم وليله احنا نحتاج احنا عندنا فجوه كبيره بين الجيل السابق والجيل الحالي فنحتاج وقت عشان نربي الجيل الجديد بشكل طيب. متدرج ويصبح يعني طيب. مساوي لل... نعم. للعالم طيب. الاخر طيب طيب أنا... اخذ تعليق اخير طيب. من انا أشكرك. أخونا من السعوديه اشكرك اشكرك اختي على الوقت اللي ربي يباركك شكرا جزيلا و... لكن لكن انا ارجوك ابغى اقول شيء اولا م. اسمحوا لي اولا السعوديه او ال سعود بالنسبة لي مثل اب وام، انا لو ابوي وامي مثلا فيهم شيء مثلا انا لا اذهب انشر غسيلهم واتكلم عنهم، الوطن بالنسبة لي اكبر من كذا، انا شايف انا عشت في هذه الارض وهذه بلدي وارضي وانا ما اقدر انكر اللي بلدي سوته لاجلي، لا استطيع لازم اكون منصف كشخص بلدي سوته لاجلي، انا احب هذه العائلة واعرف انهم افضل ناس يحكمون السعودية، نعم اذا كان مثلا في اشياء ده رايك أوقف... ده مش انا مش عاي... يعني الحياة ما, ما يهمنيش مين يحكم السعودية، الله هو اوقف حاضر. حاضر. أنا أنا تدي رسالة خليك. لو عندك رسالة تتكلم فيها أنا عندي ماشي تفضل. عند رسالة انه انه احنا انه حتى مثلا الشيوخ وهذول المطاوعة عندهم غيرة على الرب ولكن ليست على معرفة هم محتاجين الخلاص لكن في نفس الوقت انه انا في هذا الوقت اللي اشوف فيه تغييرات وفي هذا الوقت ان انا اصلي لاجل بلدي ان انا اوقف معها لانه مش انا اروح اوقف ضدها او احاربها او ضدها لا الكتاب المقدس المقدس يقول ان الرب يعزل الملوك وينصب ملوك يغير الازمنه والاوقات هذا شغل ربنا الاله انا بشكرك يعني لكن أه بشكرك. نعم. ربي يبارككم واشكرك على البرنامج ويبارككم. واشكر اخوي واتمنى انه اشكركم على عملكم واتمنى لاجل بلدي انهم يعرفون الخلاص ونور العالم رب يسوع قال انا ونور أمين. العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمه أمين. شكرا اختي أشكرك اخويا والرب يباركك أخوي ومبروك عليك نعمه المسيح طبعا عمر رايك يحترم راي اخونا من السعوديه يحترم انا انا هنا بقدم كل ما هو للبناء حسب ما قاله الرب يسوع ماليش دعوه دعوه بسياسات و ولا في حد من على هذا المنبر يناهض حكومات احنا نناهض من يحاول ان ينتزع حريه الانسان في الاختيار ودي نقدر نتفق عليها يا عمر صح؟ صحيح أوكي. في تعليق ارغب اعلق عليه لا. كلمه قالها شوية كانت مؤثره آه اللي هو قال آه انه هذه ارضي وبلدي وكذا طبعا هذا شيء مؤلم كان بالنسبه لي طبعا. انه لما انا في السعوديه م. سواء ارائي اللي أقوله سواء كانت السياسيه وحتى عن الدين او حتى عن الحياه الاجتماعيه كنت اتعرض لهجوم شديد سواء كان من افراد العائله زملاء العمل الاصدقاء منهم من سماني الخاين منهم من سماني الملحد منهم من يعني كان ينوي نيه سيئه يعني في احد الاشخاص كان مصور فيديو لي وانا اتكلم عن يعني انتقد الحكومه السعوديه وآل سعود فحسيت بالتهديد والخوف بينما انا اصلا هدفي هو الاصلاح زي ما بيقولوا فالان انا انا بكل صراحه يعني اقولها انا ارضي ووطني هي بريطانيا هي شوفي انا عندي تعريف التعريف هو الوطن هو المكان اللي تشعر فيه بالراحه والسعاده والامان هذه اللي وفرته لي بريطانيا بالضبط السعوديه ما وفرت لي شيء هذا انا ولائي وانا قلت حتى انا عندي تواصل مع افراد في الحكومه البريطانيه م قلت انا ولائي لبريطانيا انا ولائي اكثر من ولائكم لانه هذه البلد حمتني هذه اعطتني حياه جديده ف نعم. انا بقول ان من, من شعر بحق ده. انه لي حق حياه وحريه يعني لازم يكون يقدم شكر والرساله دي على فكره لكل المهاجرين يا عمر انت مثل لكل المهاجرين نحب بلادنا صحيح ونحاول مم. نصلحها صحيح بس لازم كمان يكون عندنا شكر للبلاد اللي بتقوينا واحنا في يعني اشد الحاجه لده يعني قدامنا اقل من عشر دقائق عمر وانا عايزه انه رسالتنا لا تنتهي على نزاع في فكره الارض لمين ومين اللي يحكم مش هو ده طيب. آه الاصلاح زي ما اخونا قال هيجي من القلب لما قلوبنا احنا تنضف لما قراراتنا طبعا. تبقى قرارات مش قرارات انانيه ولكن قرارات تفيد الجميع كل اللي حوالينا انت تركت الاسلام انت قلت لي فكره التعدد كانت صادمه بالنسبه لك في في عده صحيح. امور طبعا مم. طبعا اولا كان قتل المرتد هذه كنت ما اتقبلها نعم. آه كان ايضا الاجبار على الصلاه اللي انا ما كنت اتقبله آه تحريم الموسيقى تحريم التواصل مع الجنس الاخر التعدد هذه بالنسبه لي كانت قضيه كبيره انا حتى اتذكر في مقابله اللجوء سالوني عن ارائي في الاسلام ليش انا تركته انا عندي زي ما بيقولوا درجات في اخلاق الرجل اعلى مرتبه بالنسبه لي للرجل انا اسميه الرجل النبيل الرجل النبيل لا يقبل النظر لمراه اخرى فضلا على ان يتزوج باكثر من مراه واحده ومنطقيا للانسان قلب واحد فقط انا ما اقدر اتخيل نفسي اقول لاكثر من واحده كلمه احبك لانه فعليا أكون كذاب. طبعا كنت استفز بعض الناس من أصدقائي المسلمين بالنسبة لموضوع التعدد، قلت خلاص طيب خلينا نكون عادلين ونخلي المرأة تعدد، فكان يجن جنونهم بأنه كيف؟ مم. ما ك ما كانوا متوقعين الكلام هذا يصدر من رجل. أيضا من الأمور الأخرى طبعا هذا صحيح أنه ما تخص الرجل ولكن انا شخص عادل فما ارضاها حتى على شريكة حياتي لا. عندنا طبعا في الدين الاسلامي يعتبر اعتبار الزوجه انه اداء للحاجه الجنسيه وخادمه للزوج فأنا كنت دائما أسمع أقارب لي حتى أصدقاء مسلمين هنا في بريطانيا أيضا مهم. يقولوا بكرة لما تتزوج راح تكون سعيد لأن زوجتك راح تطبخ لك وتغسل لك وتنظف لك البيت وتربي عيالك وتطيعك مهم. فأنا قلت لهم أنه أنا يعني أنظر لهم بنظرة اشمئزاز وأقول أنا أبغى أتزوج مو رايح أستأجر خادمة لأنه تعمل لي أعمال معينة في البيت مهم. أنا أبغى إنسانة عاقلة قوية تشاركني في حياتي صانعة قرار نستشير بعض آه آه نطلع بقرار ممتاز، مو وحده اذا اذا جات بتطلع من البيت بتستاذن مني اطلع ولا ما اطلع زي ما عند بعض الاخوان المسلمين يعني، ف يعني امر غير مقبول بالنسبه لي انه آه يعني يكون عندي وحده كخادمه ما, ما بتقدر تتصرف الا لما ترجع لي. فامور كثيرة يعني انت كنت رافض, جدا. رافض كل الامور دي لحياتك، آه خليني اسالك بقى سؤال شخصي شويه. آه فضلي. وهو آه يعني النهارده علشان تقدر تبتدي حياة جديدة في في بلد جديدة عندك فرصة جديدة للحريات ايه أول حاجة بتدور عليها؟ هل أنت بتدور على علاقات إنسانية مكانك في المجتمع؟ هل بتفكر في ازاي تبتدي علاقة جديدة مع الله أو ازاي تعرف الله بشكل محدد؟ يعني ايه أولوياتك في الأمر؟ طبعا لاي طالب لجوء بشكل عام مو بس اللي لي انا اول ما بيوصل البلد اللجوء بيحتاج العلاج النفسي عشان ينسى الاثار السيئه اللي هو كان عايشها طبعا انا بالنسبه لي بالنسبه لي شخصيا طبعا بعد ما استقر انه بعد ما اعمل وكذا شيء طبيعي انه بشوف ايش النكست اللي بعدها حاليا انا في النكست النكست اللي هي اول شيء اي بالضبط اللي هي الاستقرار، انا احتاج يكون عندي شركة حياه اللي انا تحرمت منها سنوات طويله في م -م. السعوديه، هذا yeah. رقم واحد عشان استقر. آه رقم اثنين آه اعتقد انه من ناحيه الامور الدينيه وايجاد ربنا انا في بحث دائم ومستمر يعني ما حوقف لمرحله معينه، حروح هنا واروح هنا اروح الكنيسه اللي كنت اروح لها كنت اروح لها اكثر من مره، الى الى تقريبا قبل اسبوعين كنت مخطط اني اروح بس ما ما صارت فرصه اني اروح. مع انه وصلت لقناعات معينه بس احب انه اروح واتعلم اكثر واكثر، فالبحث هذا حيكون مستمر ما حيوقف. طيب انا انا سعيده باني اسمع ده و يعني حنصلي كلنا من اجلك ومن اجل استقرارك، انت قلت انه انت عندك يعني بتساعد لاجئين ولاجئات. صحيح. في الاستقرار وفي معرفه ازاي يقدروا يت... يعني ياخدوا خطوات علشان يخرجوا من الدوائر اللي هم فيها فهل تقدر يعني مثلا تقولي هل هم عدد كبير هل كلهم اسبابهم زي اسبابك او مثلا اسبابهم زي اسباب رهف وغيرها يعني في دقيقه تقدر تقول لنا ايه على موضوع اللاجئين اللي بيسيبوا البلاد العربيه مش بس احنا مش بنتكلم عن السعوديه بس في الامر ده لكن البلاد الإسلامية بشكل عام طبعا هناك أسباب مشتركة أولا هي ترك الدين وبعدها اللي هي التعنيف اللي تعرضوا له البنات يعني قصص مؤلمة جدا من ضرب وحبس منع من أبسط الأمور حتى بعضهم يعني أنا فوجئت أنه بعضهم حتى منع من التعليم يكمل دراسه فكان شيء مؤلم ايضا اتذكر في من من بعض البنات اللي انا تواصلت معهم وطلبت لجوء هي حاليا في احدى الدول الاوروبيه كانت ام لثلاثه ابناء يعني الموضوع ممكن في بعض المشاهدين الان يقول له هذول مراهقات او شيء صغيرات في السن ما يعرفوا كيف يتصرفوا ولكن انا تعاملت مع ام لثلاثه اطفال كان الزوج بيتركهم في الشارع غير أنه بيضربهم غير بيضرب أبناء أطفال صغار م. شخصيا أنا حتى لما كنت في مقابلة اللجوء كنت أنتظر الدور تبعي فكان جنبي سيدة سعودية معها طفل ما تجاوز عمره الشهر يا جماعة م. الخير وكانت مسلمة يعني واضح من الحجاب وكذا يعني حتى هذه سبب مو سبب ديني ولكن التعنيف والضرب اللي كان في السعودية نهائيا السلطات السعوديه سواء الجهات مم. المختصه بالشؤون الاسريه ما بتتدخل حتى الشرطه العاديه ما بتتدخل بتعتبر اي المشاكل هذه كلها شان عائلي فقط مم. يعني ما بتدخلوا بعد ما يعني في حصلت حالات انه في بنات قتلوا من ابائهم او حتى من ازواجهم طيب عمر أنا خلاص وقتنا انتهى، خليني أولاً أنا والمشاهدين النهارده كل المؤمنين اللي بيشوفونا النهارده نصلي من أجل السعودية، من أجل اللاجئين واللاجئات، من أجل عمر بالتحديد، من أجل الباحثين عن معرفة الحق، والباحثين عن طريق الله. خلينا نصلي بالتحديد لعمر وللأمور اللي رفعناها النهارده، رب أنا بشكرك من أجل عمر، من أجل حياته، من أجل اختيارك لأنه يكون يكون معين لآخرين في نفس ظروفه وأخريات في نفس ظروفه أسألك يا رب أنك تعطيه شهادة حقيقية آه لمساعدة الآخرين ولكن أيضا تعطيه راحة في نفسه واستقرار معك أنت أولا وأنه يجدك أنت الإله الحقيقي ويجد محبتك في كل مكان آه يذهب إليه أشكرك لأنه أنت هو الحق وأنه معرفة شخصك هي الحرية الحقيقية لكل المجد والكرامة أشكرك يا عمر و يعني بإذن المسيح كده تديني تقرير عن حياتك الجديدة يعني بعد كم شهر كده ممكن نلتقي مرة أخرى وتدينا تقرير جديد عن اللي ربنا بيعمله في حياتك الرب يبقى أكيد كدا. أكيد طيب شكراً شكرا احبائي انا بشكركم جدا على مشاهدتكم لحلقه النهارده عندي كلمه بسيطه النهارده وانا بفكر كده في ختام هذه الحلقه قلت رب ايه النقطه اللي انت عايز توصلها للناس النهارده ربنا عايز يقولك النهارده ويقول لك اذا ما لقيتيش راحه في حياتك معايا انا اولا شخصيا وحريه في حياتك معايا انا شخصيا ومعرفه شخصي كل امورك هتبقى ملخبطه. كل شيء في الحياه له اصل وبدايه والاصل والبدايه مش بلدك مش مش عيلتك مش جدرك لا الاصل هو الله. معرفتك ليه، علاقتك بيه، معرفه شخصه، وعوده في حياتك فانا بقول لكم النهارده بعيدا عن العرقيه وانت منين؟ انا من مصر وانت من السعوديه وانت من هنا ومن هنا لا. بقول لك النهارده انت وانتي انسان وانسانة خلقكم الله علشان تكونوا صورته ومثاله علشان تكونوا امتداد لمحبته ليكم وللبشر للي حواليكم الله النهارده يعطيكم حريه داخليه ونور داخلي يضيء في قلوبكم وللي حواليكم كمان اشكركم والى اللقاء